السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم معايا من جديد في قناة إلهام بيوتي. نتمنى أنكم تكونوا على خير وبخير. وصفة ديال اليوم إن شاء الله هي عبارة عن كيك عائلي إسفنجي، تيجي بنكهات مختلفة وتزيين مختلف وسهل جدا في التحضير. إلا بغيتوا تعرفوا الطريقة خليكم معايا في الفيديو، فرجة ممتعة. سمحوا لي البنات، بزاف راه مشاو ليا لي فيديو ديال لاباط لي صوب التحضير وديال لي كريم، ما نقولش لكم تعصبت بزاف، ولكن الحمد لله مازال الخير القدام ان شاء الله. كما كتشوفوا لاباط كتجي رطبه هشيشه وكتجي خفيفه، يعني زوينه البنات بزاف. لا كريم شونتي ديجا كنت حضرته من قبل، هما ولي كريم غندير لكم فيديو خاص عليهم، على كل كريم بوحديته. عندنا كريم كراميل، كريم وشوكولا، كريم وسيترون. وبالنسبه للتزيين عندنا الشكلاط ابيض، اوريو، كيت كات، فيرميسيل، ولي فروي سيك. المهم البنات اي حاجه متواجده عندكم في البيت ممكن تزينوا بها الكيك ديالكم، يعني تيبقى الاختيار ديالكم. ودابا غادي نبقاو مع لاباط التحضير ديالها. دونك اي حاجه عندكم دائريه في البيت نبيكيو بها لاباط على شكل دوائر. انا ديجا البنات راني كنت غنبيكيها عاد ندهنها بلا كريم، ولكن نسيت دهنتها بلا كريم، ودابا راني قلبت على الظهر ديالها. هذوك الدوائر اللي صاوبنا في الكيك هما اللي غادي نعمروهم من الداخل بلا كريم وبهاد الديكوراسيون اللي كاينه عندنا هنايا، وغادي نسدوهم وغادي ندهنوهم بلا كريم. وهانتوما بقاو مع الفيديو غادي تشوفوا الطريقه ديال التحضير من الاول حتى الاخر.
كتشوفوا البنات كيجي كيك عائلي، مذاق مختلف وتزيين مختلف، كيجي زوين بنين وكيجي هشيش وخفيف. بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني على المقادير، غنخلي لكم المقادير ديال الكيك في صندوق الوصف، وبالنسبه للكريم غنصاوب لكم فيديو، كل فيديو خاص بالكريم ديالو. انا كما كتشوفوا انا قطعت دابا الكيك ديالنا دي مورسو باش تشوفوا في القلب ديالهم كيف كيجي داك الكريم اللي عمرنا بهم. راه ما كيجيش البنات الكيك ناشف، راه تيجي عامر من الداخل، تيجي خفيف وبنين. نتمنى ان الوصفه تكون عجبتكم، ونتمنى انني كنت خفيفه على قلبكم. وما تنساوش البنات بالاشتراك في القناة ديالي والضغط على لايك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. غنخليكم مع الفيديو الى فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم البنات.